في الوقت اللي تجلس أنت فيه على مقاعد خشبية في مدارس مؤهلة وعالمية، في وطن وفر لك التعليم المجاني وسخر لأجله إمكانية عالية، تعالوا نعرف كيف بدأت هذه الرحلة وكيف كان التعليم في السابق. أغمض عينيك معي وتخيل ذاك المكان الواسع بجدران الطين ويطل على شارع ضيق، يجلس المعلم وهو الشيخ في المنتصف وحوله التلاميذ يفترشون الأرض الصلبة، وأمامهم ألواح من الخشب عليها ورق العشرق، وهو نبات بري طويل له أوراق خضراء لا تؤكل ولكنه صالح للكتابة، ليعطي اللون الأخضر يخط عليه بقلم من القصب يبرى من طرفه لتتكون الريشة. يتعلمون الصبية الحروف الهجائية ويحفظون القرآن وأصول الفقه. أما أجر الشيخ أو المعلم فكان قرشا واحدا يعطى كل خميس ويسمى الخميس أو ما يعادله من الذرة. هل تخيلت معي المكان وبساطته؟ استمع إذن لصوت ذاك الصبي اللي يتجول بين البيوت وينادي فرحا بختم القرآن، قرأه ليخرج أصحاب البيوت ويعطونه من المال أو الذرة ويذهب به للشيخ ويعطيه كل ما جمع تكريما له، وبهذا يكون قد تخرج وأنهى تعليمه. البساطة اللي تخيلتموها كانت مرحلة شاقة لهم، ولكنهم بدأوا من هناك ووصلوا حيث نحن الآن وقدموا للوطن ابتكارات وخدمات في مجالات عدة. كذا بدينا وحنا الحين هنا.